وينه بابا؟ بغرفته قاعد ولحاله ما طلع بنوب، ما قال ولا كلمة. ماجد قال لك شي؟ قال إذا شافه لأبوك بالشركة؟ إيه، ونيفين كمان شافه هونيك وشاف سليم دميرخان فوق كل هاد. بابا نوران طلعي لبرا، بدي احكي مع ناريمان شوي. لا بلاها، يعني ليقوم يرتفع معك الضغط بلا ما روح من هون. نوران قلت لك طلعي. الله يهدي بالكم. بسم الله. لك نوران شبكي، والله رعبتيني. ليش مالك على بعضك اليوم؟ لا والله أنا منيحة، طلعت لغير جو، مليت من البيت. بالله قال، يعني صدقتك، الشغلة واضحة ومثل عين الشمس. ماشي، ما تقولي، خليكي عم تخبي علي همي وما تحكي لي شو مضايقك. وحضرتك عرفي مني كل أخبارنا، ولا تعطيني كلمة واحدة عن عيلتك، لأنه حضرتكم بشوات مشان ما يطلع الحكي لبرا. خلاص بقى، خلاص. فهمنا لك، فهمنا يا زهرة، فهمنا لك. ما في شي بنوب. ليلى شوي مزعلتني. أخي راح زار ليلى بالشركة، ما عجبه الوضع، رجع على البيت وما خلى علي ستر مغطى. والله إلي كم يوم عقلي مخربط وضايعة، صار بين الاثنين توتر كل الوقت بالبيت. والله خجلت منك، انتي لما ما حكيتي فكرت انه في شي بخص ناريمان. لا والله، ناريمان ما له علاقة بنوب. ليلى كانت طريقتها بالحكي مع أخي ما بتسوى ودايقته، قام عصب منه وبلشوا يسمعوا بعضهم حكي. والله زعلوني منهم يا زهرة. لا تزعلي منهم، يعني حتى أنا ومرفت كمان منتنقر، بس ما منطول للمسا ومنرجع منتصالح. الزعل ما بيطول كتير بين الأهل. مزبوط، عندك حق. آه صحيح، وين راحت هي التانية؟ طلعت عندها موعد، تعرفي؟ عاصم ومرفت علاقتهم صارت خيلة. خي، يلا إن شاء الله. الله يأرجيني اليوم اللي بتنزل فيه ميرفت على هالدرج وهي ولابس الفستان الأبيض. آمين، الله يسمع منك، الله يرضى عليهم. آمين. أنت شو عم تساوي بين هدول الناس المزيفين؟ كيف بتقولي عن زلمة بيحب بنت خالك إنك بتحبيه؟ قلي لي شو في براسك ناريمان؟ شو في أكتر من هيك مزلة؟ الزلم اللي قلتي إنه بيحبك خطيبته أجهت، حطت محبس الخطبة بوشي لشوفه. وهالرجل الكامل اللي قلتي إنك بتحبيه ما نطق بكلمة. لا أنكر ولا قال شي. أخ يا حوينة الثقة، بابا كنت مغشوشة. عن جد أنا كنت مغشوشة. ماجد عرض علي الزواج وأنا قبلت بكل محبة وطيبة، وبعدين إجيت وخبرتك بهالشي. بس وقت دريت إنه هو ونيفين خطب وأنا تاني إجتني الصدمة. يا ريت تفهم موقفي. سنين وأنا، كل هالسنين وأنا عم بعيد عن سليم دميرخان اللي هو ألد أعدائي. قال لي خلي بنتك بعيدة عنا، لأنه بنتي خطبة ماجد، خليها تفهم هالحقيقة. بدلتيني يا ناريمان.
وكسرتي لي ظهري قدامه. موقف صعب. بأعز شي بملكه طعنوني. عرفوا إنك نقطة ضعفي. بابا. شو عم يصير يا رب؟